المبحث الثاني خبر الآحاد. واحد تعريفه. ألف لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. باء اصطلاحا: هو ما لم يجمع شروط المتواتر. في الهامش نزهة النظر صفحة 26. اثنان حكمه: يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. ثلاثة أقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه. يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام: ألف مشهور، باء عزيز، جيم غريب. وسأتكلم على كل منها ببحث مستقل. المشهور صفحة 23. واحد تعرفه: ألف لغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته وسمي بذلك لظهوره. باء اصطلاحا: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. اثنان مثاله: حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. في الهامش أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجة وأحمد. انتهى الهامش. ثلاثة المستفيض: ألف لغة اسم فاعل من استفاض مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره. باء اصطلاحا: اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي: واحد هو مرادف للمشهور، اثنان هو أخص منه لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور، ثلاثة هو أعم منه أي عكس القول الأول. أربعة المشهور غير الاصطلاحي، ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل: ألف ما له إسناد واحد، باء وما له أكثر من إسناد، جيم وما لا يوجد له إسناد أصلا. خمسة أنواع المشهور غير الاصطلاحي، له أنواع كثيرة أشهرها: ألف مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. في الهامش أخرجه الشيخان. انتهى الهامش. باء مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في الهامش متفق عليه. جيم مشهور بين الفقهاء، مثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. في الهامش صححه الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي لكن بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. انتهى الهامش. دال مشهور بين الأصوليين، مثاله حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم. ها مشهور بين النحاة، مثاله حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لا أصل له. واو مشهور بين العامة، مثاله حديث العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وحسنه. ستة حكم المشهور. المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع، لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب. سبعة أشهر المصنفات فيه. المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحا، ومن هذه المصنفات: ألف المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، باء كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، جيم تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. العزيز
صفحة 26. واحد تعرفه. ألف لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. باء اصطلاحا ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. اثنان شرح التعريف. يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر في الهامش، انظر النخبة وشرحها له صفحة 21 و24، انتهى الهامش. وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. ثلاثة مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. أربعة أشهر المصنفات فيه، لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات. الغريب صفحة 28. واحد تعرفه. ألف لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. باء اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد. اثنان شرح التعريف. أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل. ثلاثة تسمية ثانية له. يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو الفرد على أنهما مترادفان، وغير بعض العلماء بينهما فجعل كلا منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. في الهامش نزهة النظر صفحة 28، انتهى الهامش. أربعة أقسامه. يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق وغريب نسبي. ألف الغريب المطلق أو الفرد المطلق. واحد تعرفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. في الهامش وأصل السند أي طرفه الذي فيه الصحابي، والصحابي حلقة من حلقات السند، أي إذا تفرد الصحابي برواية الحديث فإن الحديث يسمى غريبا غرابة مطلقة. وأما ما فهمه الملا علي القاري من كلام الحافظ ابن حجر عندما شرح أصل السند بأنه الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، من أن تفرد الصحابي لا يعد غرابة، وتعليله ذلك بأنه ليس في الصحابة ما يوجب قدحا، أو أن الصحابة كلهم عدول، فما أظن أن ابن حجر أراد ذلك والله أعلم، بدليل أنه عرف الغريب بقوله هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند،
أي ولو وقع التفرد في موضع الصحابي، لأن الصحابي حلقة من حلقات السند، والعلم عند الله تعالى. انتهى الهامش. اثنان، مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات في الهامش أخرجه الشيخان. انتهى الهامش. تفرد به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذا، وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة. باء، الغريب النسبي أو الفرد النسبي. واحد، تعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. اثنان، مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. في الهامش أخرجه الشيخان. انتهى الهامش. تفرد به مالك عن الزهري. ثلاثة، سبب التسمية، وسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. خمسة، من أنواع الغريب النسبي. هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين. وهذه الأنواع هي: ألف، تفرد ثقة برواية الحديث، كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان. باء، تفرد راو معين عن راو معين، كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. جيم، تفرد أهل بلد أو أهل جهة، كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام. دال، تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى، كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. في الهامش، لم آتي بالأمثلة لأجل الاختصار. انتهى الهامش. ستة، تقسيم آخر له. قسم العلماء الغريبة من حيث غرابة السند أو المتن إلى: ألف، غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد. باء، غريب إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. سبعة، من مظان الغريب أي مكان وجود أمثلة كثيرة له: ألف، مسند البزار. باء، المعجم الأوسط للطبراني. ثمانية، أشهر المصنفات فيه: ألف، غرائب مالك للدارقطني. باء، الأفراد للدارقطني أيضا. جيم، السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني.